بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. صلواته جل وعلا وسلامه على نبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم، ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد، أولئك القوم الذين هجروا أوطانهم وأهليهم وخرجوا منها وهاجروا إلى محمد صلى الله عليه وسلم أو معه، وجاهدوا معه وبعده، فاللهم ارض عنهم وارضهم، واجعلنا جميعا من محبيهم الحريصين على متابعتهم على ما كانوا عليه من الهدى والصلاح والتقى. ونسألك يا إلهنا ومولانا أن توفقنا دائما لتذكرهم والحرص على حسن الاقتداء بهم. وبعد، ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله يعني يستمر عليها، ورجل قلبه معلق بالمساجد، راحة باله أن يكون في المسجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال يعني الفاحشة فقال: إني أخاف الله. هؤلاء السبعة الذين ميزهم الله جل وعلا وتميزوا بأنهم يفوزون بالاستظلال في ظل الله جل وعلا يوم الكرب والشدة، يوم تدنو الشمس من أهل الموقف ويسيل منهم العرق، يوم يبلغ العرق من بعضهم إلى أن يكاد أن يلجمه يعني يحنقه يدخل مع فمه، في ذلك اليوم العظيم هؤلاء الأنواع السبعة المميزون بالخير والعمل: أولهم الإمام العادل السلطان الذي يخاف الله جل وعلا فيما تحت ولايته، ويحرص على إقامة العدل و منع الظلم، لا يخشى إلا الله جل وعلا، يترقب عمله باستمرار، يخشى من الحيف، فهو ينشد العدل ويقصد ويريده، لا يبتغي بذلك إلا وجه الله، هذا يفوز في ذلك الموقف بالاستظلال في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. ذلك الموقف لا يتميز أحد إلا بالعمل الصالح، لا سلطان لا ثراء لا عصبية قبلية لا غير، كل شيء يزول في ذلك الموقف، وإنما يبقى ما يتعلق بطاعة الرحمن جل وعلا. فالإمام العادل المعتني بولايته، المنصف في رعيته، الحريص على إقامة العدل ومنع الظلم، يبتغي بذلك وجه الله، يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والثاني الشاب الذي من نشأته وصغره على عبادة الله في حياته كلها يهتم بهذه الطاعة، يخلص لربه في العمل ويستمر إلى أن يفارق دنياه، هذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأنت أيها المسلم المستمع احرص على أن تفوز ولو بصفة واحدة من أصحاب هذه الصفات، وكونه بالإمكان أن يفوز الواحد بأكثر من واحدة هذا كله يرجع إلى توفيق الله.
فالشاب الذي ينشأ على طاعة الله من الصغر من حين بدأ التكليف عليه واستمر في ذلك إلى أن فارق الحياة يظل في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. الثالث الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد، كأن القلب مربوط في أسطوانة المسجد، كلما حصل له أي فراغ تطلعت نفسه لأن يدخل في المسجد، يذكر الله، يقرأ القرآن، يصلي تحية المسجد وما قد يعين له أن يقوم به من الطاعات، أنسه وراحته وغبطة سروره وأمله أن يكون في المسجد، ليس دائما في أوقات العبادة وفي الأوقات الذي لا شاغل يشغله. رجل كأنه مربوط الرباط، ورجلان هذا هما القسم الرابع تحابا في الله، ما جمعهما تجارة ولا مجرد قرابة ولا مصادفات الطريق، لا، الذي جذبهم ما كان عليه كل واحد منهم من تقوى الله وما كان يحرص عليه من مراقبة الله جل وعلا، واستمر على هذه المصاحبة، هذه الأخوة، هذا التوادد. إن افترقا يذكر أحدهم الآخر، وإن اجتمعا يتعاونان. فهذا القسم ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل ظله، هذا القسم الرابع. القسم الخامس رجل تصدق بصدقة فحرص على أن تكون هذه العزمة وما يريده من عمل الخير في الإحسان إلى الخلق أن يكون سرا بين علام الغيوب، لا يريد قالة الآخرين ولا ثناءهم ولا وصفهم له بأنه محسن ولا غير ذلك، لا، يريد أن يعلم الله جل وعلا حرصه واتقاء وتقواه. يتصدق بالصدقة، يجتهد أن تكون في خفاء من الخلق. لا شك أنه لو كان الواحد يريد أن يتصدق ليقتدي به الآخرون فالأفضل أن يعلن ذلك، ولكن في الصدقات التي لا يراد في منها إلا إيصال الخير وتفريج الكرب، إذا فعلها يفوز بالاستظلال في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. القسم السادس من هؤلاء السبعة رجل نظر إلى هذه الدنيا وقلب بصره ونظر في هذا الكون، من أوجده على هذا الإيجاد، ومن المصرف لهذه الرياح، ومن المنشئ لهذه السحب، ومن الذي موجهها تجري هنا أو هناك، من الذي فعل، ومن الذي أوجد الشمس والقمر، ومن الذي أوجد الليل والنهار، فعلم أن هذا إنما هو من موجد قادر فعال لما يريد، فيهتز من الهيبة لله وتفيض عيناه من الخشية من الله. هذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. السابع من هؤلاء السبعة رجل في شبابه وصحته وقوته دعته امرأة ذات جمال ودواعية، اختناص الذلة متوفرة فيها، والموانع من ذلك ذات منصب لا يخشى أن يضايق في أي شيء، ودعته هي فلا منعه إلا أنه يخاف الله، فرد عليها بأني أخاف الله. هؤلاء السبعة يحسن من كل واحد أن يحرص على أن يفوز بصفة أو أكثر من هذه الصفات التي تجعله يوم العرض والجزاء، يوم تدني الشمس من أهل الموقف، يوم يكون الموقف في غاية الصعوبة موقفا عصيبا، يظلهم والله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إن كان لك شباب صغار فاحرص على تنشئتهم لعلهم يفوزوا كلهم أو بعضهم بأن يكونوا في النشأة المباركة الصالحة، فتنفعك في موتك وفي حياتك
دعوتهم وإخلاصهم. إن كانوا من أهل المساجد فاحرص أن تكون مشاركا بحيث لا يتم الأذان أو يقرب إلا وأنت سابق للمسجد. ثم إن الإنسان الذي يدخل المسجد ينتظر الصلاة ولو لم يدخل الوقت، فإن حكمه في حكم الصلاة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: والمرء في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. كذلك في التوادد والأخوة التي تبنى على المحبة في طاعة الله والتوافق في صالح الأعمال يحرص الإنسان. ثم يحذر مصاحبة الأشقياء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجليس الصالح وجليس السوء مثل حامل المسك ونافخ الخير. حامل الصالح مثل الذي يحمل المسك أطيب الطيب، إما أن تشم رائحة طيبة أو يعطيك شيئا أو تشتري، فهو في أخوته لا يضايقك لا في مشم ولا في ما يحمله، فهو الرفيق الصالح. أما الرفيق الآخر جليس السوء، إما أن يكون في غيبة ونميمة أو يكون في شجار وغثاء وبناء وسوء، أو ينالك منه ما يسوءك أو تشاركه في السوء. فليحرص الواحد في حسن اختيار من يصحبهم في سفر أو مجلس أو رحلة قريبة أو بعيدة، يعينونه إن سهى وغفل، يشدون أزره إن عزم وتوجه. فليتفكر واحد في هؤلاء السبعة. ثم اعلم أيها المسلم أن من ترك الأمر المحرم مخافة من الله يعوضه الله جل وعلا خيرا منه. فإن من ترك شيئا مما ينبغي أن يحذر من المحرمات وتركه مخافة الله فإن الله يعوضه خيرا من ذلك، تقى ومخافة من الله وأجرا وغنيمة وتيسيرا ما يطمح إليه من الخير. فاحرص أيها المسلم، احرص أن تكون إما من جلاس المساجد عند حضور الصلوات أو قربها، أو من المنتظرين بعد الصلاة للصلاة الأخرى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى قوم من أصحابه وكانوا جالسين في المسجد وصلوا معه المغرب وإذا هم بجالسون، قال: ما أجلسكم؟ قالوا: ننتظر الصلاة. قال: الله ما أجلسكم لذلك؟ قال: الله ما أجلسنا لذلك. فبشرهم صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أن الجالس بانتظار الصلاة يكون في حكم المصلي في ذلك الوقت، ما لم يؤذي، ما لم يحدث، يعني ما لم تطل طهارته. فاحرص أيها المسلم بأن تكون عفيفا عن المحرمات، حريصا على اقتناء أسباب الخيرات والأجر والثواب من رب العالمين أكرم الأكرمين، محذرا نفسك من الوقوع في المهالك، جادا في الحرص عليها في إصلاحها. والنفس لها هفوات واستعجالات، والنفس أمرة بالسوء إلا ما رحم ربي. فاحرص على تعاهد نفسك ومراقبتها، وتذكر أن الله جل وعلا مطلع على سرائرنا وبوادرنا وظواهرنا وخوافينا، يعلم كل شيء. فاحرص على أن تعمر ما لا تبديه بذكر الله جل وعلا. ثم اعلم أن التذكر لعظمة الله جل وعلا وهيبته وقدرته وقوته وإيجاده هذا الكون، هذه السماوات والأرض أنشئت في ستة أيام وأودع في كل شيء منها ما يحتاج إليه من الكون، فانظر إلى فعل الفعال لما يريد. فحري بمن يتفكر بصدق أن تفيض عذراته مخشية من الله. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفقنا جميعا لصالح العمل، وأن يعفو عنا ويتجاوز عن سيئاتنا، وأن يمنحنا الذاكرة القوية التي تتذكر الذنوب وتحرص على
الاستعاذة بالله منها والتوبة الصادقة والاستغفار المتكرر، كما سأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان، وأن يشفي مريضهم ويغني فقيرهم ويعز مقهورهم ومظلومهم ويفرج لمكروبهم ويفك أسر أسير من كل أسير بظلم منهم. اللهم حقق ذلك يا ذا الجلال والإكرام، وأرنا عاجل الغير آجل انتصار الحق على الباطل وانخذال الكفر والكافرين والمنافقين ودعاة الفساد والضلال عاجل غير آجل، وفرج كروبات أهل الشام وأهل العراق وغيرهم من الظلم والعدوان، وتولي من لا يرحمهم في كثير من الأمور، وعاجل أهل الشام بالفرج العاجل بالتوبة النصوح إليك يا رب العالمين، والانتصار على تلك الطائفة النصيرية النجسة الفاجرة، وحقق ذلك في كل من يعينها ويشد أزرها ويمدها بمقاتل جنود مقاتلين أو أحزاب نجسة أو سلاحا أو هجمات من طائرات الأعداء. اللهم فرج ذلك وكله عن المسلمين، وحقق لهم الأمن والأمان والإيمان يا رب العالمين، وعاجل بالفرج أيضا أهل اليمن بأن يفرج الله لهم من كربة هذه الطائفة الحوثية النجسة الصفوية التي توجه بتوقيع الصفويين الإيرانيين. اللهم عاجل أهل اليمن بالخروج من مذلتهم، وانصر من ينصرهم، واخذل من يخذلهم يا حي يا قيوم، وعاجلهم بالفرج، واجعل ذلك كله في مصلحة الحق والهدى وإذلال الباطل والردى يا مجيب السائلين لا إله إلا أنت. اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم وافق لي أمرنا يا ذا الجلال والإكرام لما تحب وترضى من الخير والصلاح والتقى والنجاح والفلاح، واجعله يا حي يا قيوم يخافك دائما بالسر والعلن، وانصر به الحق وأهله، وأذلل به الباطل وأذل به الباطل وأهله، واجعله يا إلهنا ومولانا من دعاة الحق وأنصار الفضيلة والحريصين على صبغ المجتمع بالصبغة الإسلامية الكريمة، إنك مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Thank you.